انتصارات، مساء البطولات، مساء التضحيات. سلام الله عليكم ورحمته وتعالى وبركاته. مختصر الموقف العملياتي ليوم الجمعة، جمعتكم مباركة، الموافق 11/10/2024. لايك شير منسقات ناس البهمة من الصفحة واستمرارية الصفحة. طيب، عندنا رسالة كده لمحمد بخيت، محمد بخيت من أبناء كبكابية. طيب محمد بخيت، وصلتك رسالة من الجنجة إن ولدك عبد المنعم محمد بخيت انجغم في حلة حمد بمسيرة. الكلام ده غير صحيح، الكلام ده غير صحيح. ولدك انجغم بموضوع بتاع تلفون، موضوع بتاع تلفون، يعني ما يطلصوك ساي تلفون ولدك ذاته عن واحد اسمه محمد ضيف الله. تلفون ولدك عن واحد اسمه محمد ضيف الله. عندكم كمية من الشباب اللي بتعرفون متواجدين هناك، خلي يصدق معاكم القول او قول لهم صارحون الحصل شنو، عشان ما تقعد توي من نفسك ساعه. ولدك ده جنجة في ما بيناتهم، قطعوا له تذكره، فاشنو؟ شوف الموضوع ده، انا فاعل خير فقط. تمام يا احمد بغيب، وزي ما قلنا لكم قبل الهناية، زول يمسك يعني ولده عليه، لكن ركبت راس ولدك ده عشان ازيدك من الشعر بيت، لا مستنفر لا هناية، ولدك ده تابع للقوة الاساسية. كان في طيبة ولا ما كان في طيبة؟ عشان انا ازيد لك المعلومات اكتر، كان في طيبة ولا ما كان في طيبة؟ وقبلها كان تعلمجي ولا ما كان تعلمجي؟ وقبلها اتفصل من الاحتياط ولا ما اتفصل من الاحتياط؟ شير الفيديو يا اخوان، انا داير اوصل له طلصه وعمل فيها صيوان ولا يا زول يا غنو الجنجة. الموضوع ده شوفه معاهم. طيب بالنسبة للموقف العملياتي، شغل مشرف من الاخر. وانا كلمتك قلت لك يا اخي جنوب الخرطوم ده الايام دي، انا والله العظيم على حسب الوعود الوعد اللي قطعته مع المصادر اللي بعرفهم هناك والقيادات، انه يا اخي ما ننزل التفاصيل ولا يعني نكشف المواقع التام فيها الشغل. احيانا بنجيب لك العربات اللي سجلت خروج، لما نكتب لك في البوست تسجيل خروج نهائي، يعني العربيه دي شنو؟ انتهت بمجموعات الفئه يعني. عشان في ناس بيزعلوا تسجيل الخروج شنو تحيز شنو، ده كله معناه شنو؟ انجغموا. طيب في شغل تام هناك وشغل بفهم، مش شغل ساي، ومعروف الطريق ومعروف الوجهه وين، وقطعنا شوط كبير جدا جدا. قوش هناك قطعوا شوط ما شاء الله تبارك الله، رغم انه فقدنا والله يعني رجال، لكن ديدن العسكريه كده يعني، دي ضريبه يعني، الرحمة والمغفرة لهم وعجل الشفاء للجرحى. وكل الدفاعات المتقدمة والكام متحصنين فيها بعض القناصة، وما كان خدتين في بالهم انه يقوموا منها، قاموا منها. الصيج صيج والانجغم انجغم، يوميا من بيتم تحييد موقع بيترفع لنا التمام، بننزله لك، بنقول لك تسجيل دخول لموقع، نقول لك قناص يترفع تمام، والكلام ده نازل ماشيين. وانا قلت لك شفت الوجه الرواد، وغير كده محادثة الصندوق بيغادي هناك نفط زي النفط، والجنجة الليلة عليه القسم سيجي يخلوا زخائرهم، والله زخائر تخلي القشم دي كاتل 6 شهور، ده لو هم بصبروا جروا خلوها سيجي عديل كده. قاموا صوف ما انتظروا، عارفين الشغل ده بيختلف، ده ما الشغل الزمان ده كوي. انا وريتكم قلت لكم الجاهزيه بتاعتكم دي طلعت طلع الساي، جاهزيه الحقيقيه الان بقت جاهزيه القوات المسلحه. كنا في الاعداد والان في التقدم، الان الحصاد يا جنجه. ده قصه، ده شغل بتاع نفس طويل، ده الشغل اللي خلى حبت يمرق ويقلب، ما خلى حاجه ما قالها. ها؟ وقرارات انهزامية وهمية، والقرارات اللي اتخذها دي
القرارات الجبال نزلت بموضوع في الموضوع بتاع صادق دي اول حاجه دخل كويس زاد. خلي ده عرفت على جبهات تانية من نفس المناطق اللي هو مختطفه مسيطر على مختطفه مو المناطق دي دار ضيق زي ما بيقولوا كده خلاص دار يجيب كثافه المواطنين اللي قاعدين هناك. قرارك ده قرار اهوج ساكت والله العظيم. وحتشوف ان شاء الله شوف تبعاته في الايام الجايه. طيب قول لك لما الخرطوم الشغل فيها ماشي الليله 7 عربات سجلت خروج نهائي استلموا عدد كبير جدا جدا من الاسلحه حيدوا 3 موقع قناصه استلموا موقع كبير وده الموقع ولا ما في داعي ندي تفاصيله. التحيه لقشم جنوب الخرطوم عموما كذلك التحيه للمدفعيه بالملي خليت الجنجة راسهم لفة. اي مواطن شابكينه انت عندك شرائح انت قاعد ترفع احداثياتنا انت وانت 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 راسهم كبس. تحية لكم صحافة جنوب الحزام جبرة مدينة الرياضية شايفكم الايام دي تستروا ساكت تشيلوا تستروا ها درب راح لكم. طيب نمشي للاهداف العامة عندك المعمورة في قيادات هناك مجتمعين رفع تمامه نفس الشغل بتاع كافور ده. عندك سوبة في هدف ثابت يترفع تمامه. عندك حي الصفا في هدف يترفع تمامه. عندك بري في هدف دي الأهداف العامة يا أخوانا مختلف المناطق كويس. بري في هدف هناك ثابت يترفع تمامه. جاردن سيتي برضه في هدف يترفع تمامه تم تحييده. نجل المقرن دي فيها اولاد محمد حماد ناس صعبين يا زول شغالين سكسك ويجيك واحد ما جايب خبر ما عارف نايمين يقول لك المقرن ما عارف المقرن دي فيها عمليات عديل سكسك فتش في الجنجة تفتيش ده غير برضه الشغل بتاع الجوية غير الشغل بتاع المدفعية كذلك برضو ما مقصرة بالإضافة للشغل الأرضي. بكرة دي بإذن الله حيترفع تمام بإذن الله تعالى. كذلك العربي بيغادر هناك في 3 أهداف اليوم تم تحييدها. المقرن برضو في 4 أهداف تم تحييدهم بالإضافة للعمليات النوعية خضبت نقي الطوالي حصاد ماشي جنجة هناك داخلين في فتيل مواقع كانوا متحصنين فيها قناصة كلها تمت إزالتها تبقى القليل ديل في طريق القشم وتبقى القليل. شارع القابة بيغادب هناك شايفكم تقدوا في الورش وما عارف شنو وتدخلوا معلوماتكم واصلة لكن ما بحل لكم. برضو المسيرة حيدت 2 بيغادب هناك والأمور ماشية. طيب نجي لبحري زي ما قلت لكم بحري شنبات ناس العمل العدائي بيجوا يمشوا ينفذ عمليات بيغادب هناك وبيرفعوا تمام وبيجوا راجعين. مدفعية برضو شقالة مدفعية تحية لهم وسيارات برضو شقالة زانة كده شفتها بس فوق لهم. طيب بالنسبة للموضوع بتاع ناس شنبات طلص بتاع انه فزع من وين؟ سؤال فزع من وين؟ والله انتم معتمدين ليه على ناس شرق النيل والجماعة دل وطاتكم اصبحت والله فزع بتم التعامل معه اول باول والله وبتقوموا منا باذن الله عشان لسه في نظافات بيغادي. ما احنا ما بنقول لك الموضوع انتهى لا لسه في نظافات بيغادي ان شاء الله حتم بإذن الله تعالى. طيب عندك الشعبية 4 عربات